هي أشد قسوة. ماذا عسانا ننتظر من قوم أياديهم ملطخة بدماء الرسل والأنبياء؟ فماذا عن العزر الأبرياء؟ ماذا ننتظر من قوم فقدوا الأدب مع الله فقالوا لموسى أرنا الله جهرة؟ ماذا عسانا ننتظر من قوم قالوا عن الذات القدسية الإلهية يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ اللهم أرنا فيهم ما يسرنا، اللهم واحسن عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واجعل طعامهم سمة وهواءهم حمة ونومهم غمة وأيامهم همة. الله